ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم الله صل الله الله اللهم أنت السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. وتابع لهم مواسم الخيرات لتزداد أوقاتهم بالطاعات وتعمر. الله أكبر. الله أكبر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنصح من دعا إلى الله وبشر وأنذر، وأفضل من تعبد لله وذكر، فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لاح به هلال وأنور، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله تعالى حق التقوى، واجعلوا تقواه نصب أعينكم في السر والعلن وحال الإقامة والسفر، فإن تقوى الله أكرم ما أسررتم، وأجمل ما أظهرتم، وأفضل ما ادخرتم. وقد قال ربكم عز وجل آمرا لكم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واعلموا إبراهيم عليه السلام اور سيدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جانب سے بارگاہ خداوندی میں پیش کرتا بے مثال اور عظیم الشان جانی قربانی کی یاد تازہ کراتے ہوئے بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہم پر صاحب فخر ہے. اللہ تعالیٰ کا بے انتہائی فضل و کرم ہے کہ آج ہم سب ایک ساتھ مل کر وطن عزیز میں مقیم رہتے ہوئے دوسروں کی خوشیوں میں شامل ہو کر عید کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. آج عید الاضحیٰ کے اس خوش آئین موقع پر مرکزی جماعت المسلمین، مدرسہ رحمانیہ اور بیرونی ملکوں کی تمام منکی مسلم جماعتیں، منکی مسلم خلیج کونسل، تمام اسپورٹس سینٹرز، ابنائے جامعہ، علیلال اسکول و کالج، جماعت المسلمین ناخدہ ملہ منکی، آپ سبوں کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور